نصنع البلوبيف في البيت، ما نروحش نشتريه من بره، وكمان عملنا طرق مختلفه من عمايل البلوبيف بنفس الطريقه، يعني بيض ببلوبيف، عملنا مكرونه ببلوبيف، نقدر في مواصفات كتير جدا. ممكن لو حابين تعرفوها ممكن تكتبوا لي على صفحه قناه هي وانا اجاوب على كل اسئلتكم. معانا بقى دكتوره صوفي النهارده جايه تقول لي انت قاعده تعملي مصنعات في البيت، قاعده تقول لهم حطوا دهون، قاعده تقول لهم كلوا في لحمه، اعمل ايه؟ انا عايزاكي براحتك نبطل جدا. ناكل؟ طيب لا والله طب خالص. انت ليه بتغيري كلامك لا قدامي؟ ليه تقولي لي كلام؟ هو انا دخلت يعني انا متخيله ان دايما انت بتحطي تعملي لنا الاكله وفيها حته هيلسي كده جميله. النهارده من اول ما انا بتفرج لقيت ان الاكل كله ايه، عشان مصنعات. اه بس انا بعمل ايه بقى يا دكتور؟ أوه. بتفادى اي مواد حافظه ناخدها من بره، بتفادى اي الوان صناعيه، نتفادى التصنيع اللي احنا مش عارفين مصدره جاي منين. ما هو انا بتكلم من ناحيه السعرات، احنا النهارده خارقين السعرات، ماشي، خلينا متفقين. ماشي، انما نتكلم على المكونات، مفيش بعد كده المكونات طبيعيه تنفع اولادنا في المدارس. احنا داخلين دلوقتي كلنا بنرتب نفسنا اللانش بوكس، صح؟ بالزبط. وبنرتب نفسنا الكتب والكراريس والكلام بتاع السبلاي ليست والكلام دوت. النهارده هي عامله لنا البلوبيف، وفعلا فعلا كان طريقه جامده جدا بصراحه شيف عزه. وانا النهارده جايه اكمل معاكم مسيره تخسيس ودايت وصحه ورشاقه، وهنستمر لحد ما نحقق احلام كل الناس. حلو. النهارده الكورس بتاعي الكورس العملاق، كورس نمبر 1، كورس قوي جدا جدا، انا دايما بنزل فيه في الاوقات الحرجه. دلوقتي ده اخر شهر الدنيا فيه دفى وفصل الصيف والدنيا لسه معدلات الحرق مرفوعه. تمام. انا لسه وزن نفسي اربع ايام من الكبسوله اللي هقدمها لكم النهارده نازله 3 كيلو. 3 كيلو في معدل 4 ايام مع الكبسوله اللي نازله لكم النهارده، فهي بالتجربه خطيره وجباره. النهارده الكورس نمبر 1 نازل كمان ببقيه المكونات، علبه الكبسولات اللي بتكلم عليها النهارده، كبسوله هتشد لك الشهيه، هترفع معدلات الحرق، هتزود مضادات الاكسده، هتخلي الجسم شعله من الميتابوليزم والحرق. وفي نفس الوقت انا مش هتكلم معاك في نوع الاكل، خلي بالك موضوع نوع الاكل ده بيفرق، بيضايق يعني. انا اولا بيعمل اكتئاب، ثانيا الناس ما بترضاش تمشي على نمط تغذيه واحد، ده صعب جدا. بيخلينا نمل بسرعه ونقوم غيرين السيستم او الطريقه اللي احنا شغالين بيها مع الدكتور، ونقول لا خلاص انا مش قادره اتحمل ان انا ابحارم نفسي من كل حاجه. بالظبط. الدكتور النهارده هتقدم لنا كورس ما فيهوش اي حرمان، كل حاجه هتخليكي تبقي مقتنعه ان انت ما بتاكليش. بالظبط. دي اهم حاجه، ان انا ابقى مقتنعه ان انا ما ادخلش الجسم اكل بنسب كبيره. ايوه الكميه. فدي بقى نعملها ازاي؟ لا احنا عندنا مشكله الدايت، مشكله النقنقه. خدي بالك لو انا باكل وجبات ثابته مفيش مشكله، تاكل 3 مرات في اليوم حتى لو 5 مرات في اليوم ما فيهاش مشكله، انما المشكله ان انت رايح جاي مش حاسب انت بتاكل ايه، وفاتح الدنيا على الرابع اللي هو ادمان الاكل او ادمان التلاجه. النهارده احنا جايبين كورس ضد ادمان الاكل، يعني الناس اللي بتبقى عندها شره السكر، الناس اللي ما بتنامش غير بالحلويات، الناس اللي لازم تاكل طبق الرز بتاعها لحد ما يخلص مش لحد ما تشبع، النهارده احنا بنعلمهم حياه ثانيه خالص. النهارده الكبسوله بتاعتي 48 ساعه انا ظبطت الشهيه، الشهيه مسيطرين عليها، مفيش حاجه اسمها ان امنع اكل، الموضوع ده اثبت فشله، الاراده بتخني بعد اول 10 ايام، يا ربي اول اسبوع تبص تلاقي نفسك غلطتي وبوظتي اللي انت عملتيه ورجعتي من الاول. النهارده انا مش هحط اللي قدامي بينه وبين ارادته، انا هخليه حر طليق جدا، بياكل كل اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت بتكلم في 5 كيلو في الاسبوع ل 7 كيلو الاوزان الكبيره، ومفاجاه للناس اللي عندها تورمات واحتباس سوائل. الناس دي تتكلم فورا، لان في مفاجاه ليكوا، الناس اللي رجليها ورمه، الناس اللي دراعاتها ورمه، اللي في تنميل في الاطراف، الناس اللي عندها تورمات بسبب الالتهابات زي الروماتويد وزي امراض الخشونه، الناس دي فعلا بتاخد مضادات التهابات وبيبقى الحرق واقف جامد جدا، وفي نفس الوقت تنميل وصعوبه في الحركه ونقص في فيتامينات شديده في الجسم. فمفاجاه قويه في كورس نمبر 1، تعديلات قطيره دخلت عليه مخليه جاهز جدا لتنزيل السوائل المحتبسه، مقاومه الانسولين، الاوزان الكبيره لحد 20 كيلو في الشهر. النهارده كمان انا بتكلم على الشق الاقتصادي، خصم فوق الخصم. حلو. احنا داخلين سيزون المدارس، مفيش بيت مفهوش طفل او طفلتين نازلين المدرسه والبيت كله مسحوب في حته تانية. صح. النهارده عاملين خصم، ولازم الناس تفهم الكلمه دي، عرض حصري لاغلى كبسوله باقل سعر ممكن تاخديها.
تاني انا جايبه النهارده عرض خاص لمطبخ هنا ماما في المطبخ، عاملين عرض اقوى واغلى كبسوله هتاخديها باقل سعر ممكن تكوني سالتي عليها فيه. وكمان غير كده ان في فريق معاكي طبي هيساعدك انك ازاي تاخدي الجرعات 4 مرات في الشهر، بتكلميه يا اما من خلال النمر اللي موجوده او من عن طريق الواتساب، وفي نفس الوقت التوصيل لاي مكان في جمهوريه مصر العربيه. حلوه قوي. النهارده كمان الشريحه الواسعه اللي احنا هنخسس فيها اللي هي من 13 سنه لحد 80 سنه ده بيطمني جدا، بيقول لي ان الاعشاب مرخصه امنه ملهاش اي اضرار اسرار جانبيه. يعني طب يا دكتور عايزين نقول لهم احنا هنطلب الحاجات دي منين، او الكورس بتاعنا، او الكلام المهم اللي الدكتور صافي بتقوله لنا النهارده ده من خلال الصفحه اللي هتبقى موجوده معانا على الشاشه حالا، وكمان ارقام التواصل اللي تحتيها، ومعانا خدمه الواتساب، ومعانا كمان الشحن مجانا وخدمه طبيه مجانا. ويعني دي اهم حاجه دايما بشوفها، الشحن والمتابعه. شحن ومتابعه وتوصيل وخصم كبير جدا. ونتكلم لان انا النهارده خدي بالك انا مش بقدم حاجه رخيصه، النهارده انا بقدم اغلى كبسوله موجوده عندنا كفريق طبي، وفي نفس الوقت عامله حسابي ان النهارده او الفصل شهر 9 ده اخر سيزون في السخونيه والدفى بتاع درجه الحراره، هنخش على موال الشتاء وضعف المناعه والاكل المفتوح اللي عالي السعرات والزياده اللي ما بتعرفيش تداريها في اللبس الاسود الشتوي. تعالي بقى نتكلم بسرعه، اخطفك 17 15 كيلو بسرعه سريعا في 4 اسابيع. انا بحب دايما اتحدى اللي قدامي، يعني اقول له طب جرب وشوف انا هتقابلني بكام. والحمد لله الحمد لله مش بنزل غير باكبر كبسوله، الحمد لله كورس نمبر 1 مكسر الدنيا. كبسولات واعشاب ونقط، هنمشي على البروتوكول الطبيعي بتاع التخسيس. علبه كبسولات الصبح هاخد الكبسوله بكوبايتين ميه، الاعشاب بتاعتي بتتاخد على الريق، في موجود معانا النقط اللي هي بسميها عجله الحرق، بتضم معايا ال 24 ساعه حرق وتعليه في الميتابوليزم بتاع الجسم طول ما انت صاحي او طول ما انت نايم خلال النوم او الصحيان. وفي نفس الوقت انا جايبه لك حاجه للشعر قويه جدا، جايبه لك النهارده البيوتين، بيوتين تركيز عالي، بيوتين يحمي كل البيوت، بالذات بقى برضو رايحين البنات الجامعات. تعالي بقى اوريكي حاجه تخليكي شعرك يستحمل استشوار، المكوه يستحمل، يطول ما يقصفش، بيبان ان هو مش باهت مفيش قشره، الكلام ده كله النهارده من البيوتين اللي هناخده مع الكورس مجانا. والكريم لان دي عاده ليا دايما، احب دايما ان الناس تيجي تقول لي انا ما جاليش ترهلات، انا بشرت وشي كويسه، انت خسيتي ازاي من غير ما وشك يتاثر؟ النهارده انا لميت كل الدلع وحطيته في كورس نمبر 1، علبه كبسولات واعشاب ونقط، ومنزله معاها البيوتين والكريم. والتركه الجامده جدا اللي هختلف عليها ان الكبسوله فيها فيتامينات قويه جدا وفيها مواد الميزوثيرابي بلس الخصم اللي انا جايه بيه. هقعد ازن على ان النهارده عرض خاص، النهارده خصم، النهارده بدايه شهر جديد، النهارده حاجه عظمه، حاجه قويه جدا هناخده. وفي نفس الوقت بتحدي الناس هتنزل اقل حاجه 10 كيلو في الشهر واكتر حاجه 20 كيلو في الشهر، بنعتمد على المشاكل الصحيه اللي موجوده. حلو جدا يا دكتور، والعروض حلوه جدا طبعا. دايما عندنا موضوع ان احنا نفصل ما بين الصيف والشتاء، بيحصل لنا حاجات كتير، خدي بالك في شعرنا وبشرتنا وفي جسمنا عموما بالزبط. فاحنا عايزين كده دكتور تقول لنا الكورس بيفيدنا ان احنا نتفادى الحاجات دي، يعني احنا مثلا من الشتاء للصيف يقول لك فصل الربيع شعرنا مش عارف بيقع. أيوة. بيحصل لنا مش عارف ايه، عايزين نعرف بقى من الصيف للشتاء فعلا احنا نعرف نتفادى ده ازاي، وايه الحاجات اللي عند دكتور صافي تقدر تفيدنا بيها وفي نفس الوقت بنخس برضو. يعني احنا توتالي كده احنا بنعمل كل حاجه مفيده لجسمنا بالظبط، مش بنخس بس، لا احنا بنفيد شعرنا، بنفيد بشرتنا، ما بنحسش بالترهلات اللي بتحصل لنا فتره ان احنا بنخس وبنعمل دايت. كل الحاجات دي مهمه ان احنا ناخدها في علبه واحده، عارفين في بوكس واحد كده ناخده. اتفضلي ونتابع معاكي، والشحن مجانا وكل حاجه موجوده وحاجات مصرحه من وزاره الصحه، ودي اهم حاجه يا دكتور. بالظبط، مريض السمنه انا بحس ان دايما هو مظلوم، هو مش زي واحد بيحرق عادي، ده جواه هرمونات، جواه اضطرابات جينيه، جواه حاجات كتيره بتخليه غصب عنه يا اما بياكل وما بيحرقش وبيتخن، يا اما اصلا مش عارف يمسك نفسه من الاكل. دي حقيقة. فهو مظلوم، محتاج فعلا مساعده قويه، يعني هو مش زي اي حد بيعرف يقول اعراض، لا دايما المجتمع بيتنمر وبيبص عليه بصه ان هو مش قادر يحافظ على وزنه. احنا بنتكلم بقى على كل ده، انا شايفاك من منظور تاني خالص، انا شايفه ان انت محتاج مساعده، والفريق الطبي هنا معايا هيقوم بالدور ده قوي جدا بأول خطوة تنشن على الكورس المناسب.
او الكبسوله اللي 99% من مشاكل السمنه بنقدر نتخلص منها. دكتور معانا اول حاله معانا فرقت في الوزن. ايه رايك؟ وفي الشكل وفي النفسيه يعني. حضرتك كنت بتحكي لي قبل الهوا قد ايه هي نفسيا مختلفه. طبعا حاسه بفرق. انا عايزه اقول لك ان هي تعمدت او ان انا علشان بخلي الناس تبقى مش باين وشها تعمدت تلبس نفس الجلابيه نفس الحاجه عشان محدش يقول لا مش هي ولا فوتوشوب ولا مش عارف ايه. ده واحده متعاونه جدا ومبسوطه جدا بالنتيجه اللي وصلت لها وقررت ان بصي يا دكتوره نفس الهدوم اللي انا كنت لابساها في وزن 135 لوزن 85 كيلو لابساها لك وبصورها لك قبل وبعد شوفي ايه اللي حصل. كورس نمبر 1 يا شيف عز علامة أصبح ترند وعلامة فعلا. وكل مرة بنزل بيه بنحاول نجود في الهدايا ونحاول نجود في الأسعار وتركيزات المواد الفعال ولكن النتيجة الحمد لله رائعة. احنا بنتكلم في عدم حرمان من الأكل، بنتكلم في النزير والرياضة. أنا مش طالبة أي مجهود تعمليه، المجهود العادي بتاعك خالص لو حد قاعد يعني على كرسي متحرك، لو قايم من حادثة والحادثة قعدتك وتخنتك، لو قايم من مشكلة في عملية يعني واحد يقول لي أنا عملت العمليه الفلانيه فريحت شويه شهر فزاد وزني الطريقه الفلانيه. احيانا الريكفري تايم في حد يبقى عنده مشكله نفسيه مثلا، عنده مشكله ما في حياته فيلاقي نفسه بيروح لحته الاكتئاب وان هو يقفل على نفسه ويقعد ياكل بس الاكتئاب فيخرج من الموضوع ده ان هو زايد وزن عالي جدا. فعلا انا ست اتطلقت تدخن مش عارف عملت ايه مشكله كذا هي دخلت في الاكل وعم انا بحكي الحاجات اللي بتتحكي لي حقيقي. لا ما انا حضرتك بقعد كده في تقري الكومنتات الاوضه معاكم واحنا بنعمل ميك اب كده فافضل دكتوره صفي بتتكلم في التليفون الاقيها بتقولها لا ما احنا لازم نستمر ممكن جسمك يكون في عمليه عند ما هو انت لازم ايوه يعني فعلا بحس ان هي بتدي باور وطاقه كده للحاله اللي معاها ودي مهمه جدا. والله والله دي فعلا. اكتر من مره اسمع الدكتور فعلا بتتكلم في نفس النقطه ان احنا لازم يبقى عندنا اراده لان احنا جسمنا بيختلف. يعني ايه بيختلف؟ اول ما بيعرف ان في حاجه داخله بتنزل دهون من منطقه معينه بيبدا ياخد اوردر فيبدا يعمل ايه؟ يبقى في مرحله عند مع الكميات اللي داخلاله حتى لو عند بقى انا مش هخس بقى انا هفضل على وزني ده وشوفي بقى حضرتك هتعملي ايه؟ ايوه بس على مين؟ النهارده داعي الحوارق وانت تنطلق. النهارده التركيزات قويه جدا، الشهيه منتظمه، مهما كان الجسم بيعاند بيستسلم في الاخر. ممكن يبقى يومين ثلاثه وبيستسلم وبينساق في النزول لان الحرق شغال، مفيش حاجه زي اللي بياكل وبتشوفيه كده يفضل ياكل طول اليوم وتلاقيه وزنه حلو وثابت وما بيسخنش. تفضلي تسالي نفسك ايه؟ لا ده سيستم الحرق بتاعه مظبوط وشعله من النار طول اليوم. النهارده انا هحقق ده. انا بس عايز الناس تبقى على التراك على طول. مفيش حد يقول لا ده انا مش مفيش امل، لا ده انا جربت كل حاجه. انت لسه مجربتش كورس نمبر 1، لسه ما سمعتش كلام الدكتوره صوفي، لسه ما عملتش اللقطه دي، برضو ظلمت نفسك. جرب كل حاجه. القرار مهم جدا في انك تستمر في الحفاظ على نفسك. العظم، البشره، الشعر، ربنا مدينا جسمنا امانه وصحتنا امانه. تخيلي اول ما بتنزلي في الوزن بكبسولات كلها الياف طبيعيه بترجعي في الاخر محافظه على نفسك من السكر ومن الضغط ومن الجلطات ومن الكوليسترول الزياده ومن امراض الخشونه والعظم. يعني قفلتي بوابه جديده جدا جدا في السمنه. النهارده انا مش بدي او مش جايه ابيع منتج، خدي بالك ده بدايه حياه بتختلف تماما. مشاعر بني ادم بتختلف، يفضل طول النهار ناقم نفسه زعلان مختفي عن المجتمع مش عايز يشوف مش عايز يخرج لحد منفتح وقوي ويقدر يخترق الحياه الاجتماعيه. كبسولات واعشاب ونقط طريق او بروتوكول قوي جدا لحل كل اللي انا حكيته ده. قوي جدا ليه؟ لانه بامانه واستخلاصات عاليه ومجربه. وانا بقول لك انا في 4 ايام انا نازله على الكبسوله بتاعت النهارده 3 كيلو. 3 كيلو بقى احتباس سوائل كانت وحشه قديمه، مقاومه الانسولين بتتظبط، الحرق بتاع المناطق العنيده، الدراعات، المناطق الشديده اللي بحس ان هي دايما غلسه وبتضايقني بتنزل. النهارده بالمازوره وبالمرايه والميزان معانا 3 وسائل تقدري تتحكمي تشوفي نفسك فيهم اتغيرت ازاي بالقرار اللي انت خدتيه. طب يا دكتور عايزاكي تعيدي لنا الكورس تاني وتقولي لنا كل تفاصيله عشان اللي ما شفناش او ما شاهدش الدكتور من اول ما اتكلمت يشوف معانا دلوقتي وهي الدكتور بتحكي لنا كده وتقول لنا كل تفاصيل الكورس بتاع النهارده. النهارده كورس نمبر 1 عرض المدارس او الدخول بتاع المدارس فاقتصادي 100%. هناخد علبه كبسولات واعشاب ونقط، كبسولات لمده 30 يوم ومعانا البيوتين هديه للشعر. وما فيش بيت مش متضرر من شعره او عايز يطول شعره او بيحسن من التكستشر بتاع الشعر. ومعانا كمان الكريم، الكريم ده لصيق
او يعني صديق الكبسوله. ليه؟ عشان الجلد بيتضرر جدا بنزول المفاجئ في الدهون، فانا لازم احافظ عليه اول باول وامنع الترهلات. يبقى المجموعه دي كلها لما تجيلي وبسعر اقتصادي حنين عليا تخلصني 20 كيلو، ضمان دكتوره صافي، ضمان ان انا هبقى معاك ومعاك كمان فريق طبي متمكن من الموضوع ده، يبقى لازم اخد القرار واتصل. حلوة قوي يا دكتور، انا بشكرك جدا يا دكتور صافي، انت بجد فاتين النهارده كتير كتير ودايما كده بتعملنا عروض حلوه. ودخول المدارس يا دكتور دايما كده بقى عندنا ضغوطات، عندنا لبس مدارس، عندنا مصاريف مدارس، كتب، الحاجات اللي بننزل نشتريها من المكتبه، الكلام ده كله بيبقى عندنا ضغط. فان احنا نفكر ان احنا نجيب حاجه لنفسينا بيبقى دايما عندنا شويه تراجع في الحته دي. بس مع دكتوره صافي بتقول لك ما تتراجعيش، لان الموضوع مش مكلف والموضوع بسيط جدا، ولازم تاخدي القرار قبل ما نخش على الشتاء. قبل الشتاء، يعني احنا عندنا في الشتاء عندنا كارثه. ان احنا ودخلنا بكميه الاكل اللي احنا ناكلها في الشتاء دي وقد ايه احنا بنبقى سقعانين وعايزين حاجات تدفينا، فاحنا نخش على مواضيع اكبر من كده. وربنا يعافينا جميعا يا رب، يديكوا الصحه والعافيه. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا النهارده بالحلقه. عملنا البلوبيف، تصنيع البلوبيف في البيت بطريقه سهله وبسيطه، تقدري زي ما قلت نشيل اي مواد حافظه، اي الوان صناعيه زي ما احنا عايزين. واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جديده، والسلام عليكم.